الصيف اللي فات اتكلمت تقرير عن أندية ليفربول وأرسنال وتوتنهام إنهم تواصلوا معاك، دي حقيقة يعني العروض دي حقيقية ولا؟ في الموسم ما ببقاش مركز قوي في العروض والحاجات دي، عشان بيبقى انت مش في ايدك حاجه، انت في ايدك الحاجه الوحيده انك هتلعب كويس، ولو لعبت كويس هيجي لك عروض. هي بيقولوا ان العروض دي كانت في الصيف، يعني في فتره الصيف قبل ما هي في الصيف قبل الموسم بقى تبدا. كان في النادي طبعا كانوا بيتكلموا وبيسالوا يعني، بس كل الكلام اللي في الاول قبل ما يكون في اي كلام جد وان هم جايين يشتروني او جايين يشتروا لعيب بيبقى كله مع الوكيل بتاعي، بس طبعا كنت عارف وداريان يعني ان في حاجه زي كده بتحصل. بس كنت مقرر ان انت هتكمل؟ لا ما كنتش مقرر، كنت بشوف بقى مستني ايه اللي هيحصل. يعني لو كان في عرض كويس كنت ممكن؟ كان ممكن بس الحمد لله انا قعدت يعني، ومبسوط اني قعدت في الاخر، عشان زي ما احنا شايفين القرار كان كويس، ويا رب يعني. ممكن سؤال اغرب، بتصلي استخارة في الحاجة زي كده ولا؟ الصراحة صليت استخارة عشان كده.